ألو؟ ألو؟ أساعدك إيش بالضبط؟ I'm not sure. إذا ما أنت متأكدة إيش تبين وأصلاً مين أنت ومنين جبتي هذا الرأي؟ لا ما تغير صوتك كذا يا عمي. ألو؟ مين أنت؟ لا ما تصير فجأة زومبي كود 7 كأنك الزومبي الأخير. مين أنت يا عمي؟ كل اللي بيموت بيومه يا غالي، كل اللي بيموت بيومه إن شاء الله، بس لا تخوفنا. أنت مين أنت يا عمي؟ وش تبي؟ وكيف جبت رقم؟ بداية الفيديو خلونا نتفق ان كلنا نستخدم جوالات، واليوم جوالاتنا هي الطريقة الاسرع في اننا نتصل على اهلنا ولا اصحابنا وناخذ اخبارهم ونطمن عليه. ولكن في فيديو اليوم راح نبتعد كل البعد عن المكالمات الرهيبة، وراح اشوف مع بعض مكالمات تفجع وبعضها ما لها اي تفسير. في ساعات الصباح الاولى من يوم 11 اغسطس سنة 2018، شرطة كولورادو الامريكية كانوا مروقين، ما عندهم ولا شيء على الفجرية، قاعدين يتابعون السلسلة الجديدة اللي نزلت لكم اياها قبل كم يوم، وقاعدين يقولون الله هذا توبز ولا برنامج على التلفزيون. مان ذيس از كريزي. تعرفون انهم بامريكا ما يتكلمون انجليزي. المهم فجأة يجيهم اتصال. الاتصال اللي جاهم قتل كل متعتهم وخلاهم زي اللي محتارين، لان الاتصال اللي جاهم من مكان اسمه Imperial Memorial Gardens، والمكان هذا هو عباره عن مقبر. يا ساتر. الشرطي اللي جاوب على هذه المكالمه كان يقول ان المكالمه جاتني الساعه 3:28 دقيقه الفجر، والمصيبه انه الشرطي هذا يقول لما رديت على المكالمه ما في احد رد علي. يقول بان الشخص المتصل قعد ساكت الكم ثانيه بدون ما ينطق حرف، وبعد كذا قفل الخط بوجهه. لا يا غالي ما تقفل الخط، قول لي ايش فيه، عظم الله اجركم، تحتاجون شيء؟ الشرطي وقتها كان خايف ومتوتر بنفس الوقت، وربك عبا ملوم، لانه اعتقد ما في اي احد بيدق على الشرطه يبغى يسولف ولا بيقول لهم ها شو الاخبار اليوم، مش عندكم من جدول. اكيد الشخص راح يحتاج مساعد، ولكن اللي خلى الشرطي يخاف ويتوتر ان المكالمه هذه جايه في هذا الوقت وداخل المقبره. الشرطي قطع حبل افكاره، رفع السماعه ورجع اتصل على نفس الرقم علشان يتاكد من سلامه الشخص المتصل ويشوف اذا كان يحتاج مساعده. بالفعل يا اخوان الشرطي اتصل، المتصل رد، ولكن برضو ما قال ولا كلمه. Hello. لو نركز شوي بصوت المكالمه راح نسمع صوت خفيف كذا زي صوت تمتمه او يعني كلام ما هو مفهوم، ولكن الاهم من هذا انه بعد كذا انتهت المكالمه، تقفل الخط. الشرطة هنا شكت بالموضوع، ولكن علشان تطمن أرسلت دورية مباشرة للموقع اللي جاي منه هذه المكالمة علشان يطمنون إن كل شيء تمام. ولكن يا إخوان هنا كانت الصدمة. أول ما انطلقت الدورية ووصلت إلى المقبرة اكتشفوا إن المقبرة مقفلة ولا وجود فيها لأي حركة أو شخص. مين كان موجود شباب؟ أتمنى ما نلعب الألعاب هذه خصوصا في وقت متأخر زي كذا. قصة المكالمة هذه انتشرت بشكل كبير في أمريكا، حتى أنهم تكلموا عنها في القنوات الأخبارية. Unanswered questions after a 911 call in Pueblo from a funeral home and cemetery. ولكن لحد يومكم هذا ما في أي أحد يدري عن هوية الشخص المتصل. المكالمة الثانية يا اخوان قصتها غريب، هذا الشخص مجهول ما حد يعرف، عنده قناة على اليوتيوب اسمها مغني الجحيم 85، يخرب بيت اسمك يا عمي. قبل 13 سنة يا اخوان مغني الجحيم رفع مقطع على قناته بعنوان كريبي فويس ميل. مغني الجحيم كان كاتب الفيديو اللي هو رفعه انه المكالمة او التسجيل اللي راح تسمعونها الان كان موجود داخل سي دي وصله عبر البريد من شخص اسمه جون، واحد اسمه جون ما ندري مين الجون هذا، يمكن يطلع جون سينا الله اعلم. المهم ان جون ارسل للمغني الجحيم هذا السي دي اللي راح نسمع ايش كان مسجل جواته بعد شوي. مع خوينا مغني الجحيم اول ما استلم البريد سوى انبوكسنج على السريع، وتفاجأ انه في رساله مكتوبه مع السي دي الموجود. الرساله هذه تقول يو ار اون ذا رايت تريل، يو ماي ويش تو جيت اوف ذا تريل وايل يو كان، انت على الطريق الصحيح الان وقد ترغب في الابتعاد عن هذا الطريق لانه يمكنك ذلك. جمله يعني مو مفهومه، لو تروح تقولها لاي واحد بالعالم بيستغرب. ايه ولد هلا، حاب اقول لك انت على الطريق الصحيح. طيب لا بس اقول لك، وترى قد ترغب في الابتعاد عن ذلك الطريق حيث يمكنك ذلك. طيب ايش تبي الحين؟ لا بس اقول لك يعني. اقول حرك حرك. زي ما شفتوا يا اخوان جمله غريبه، ولكن خوينا مغني الجحيم قال يا عمي اسحب على الرساله شغل لي سي دي. اكيد حل اللغز للجمله هذه بيكون داخل السي دي. بسم الله خلونا نسمع. Run away. If I come to you,
التسجيل طلع يحير وغريب اكثر من الرساله نفسها. الله يعطيك العافيه جون سينا. الكلام كان ملخبط وغريب، ولكن كان في جمله واحده لفتت انتباه الاشخاص اللي سمعوا هذا التسجيل، والجمله هذه كانت تقول If I come to your door don't answer it it's not me it won't be me. ومعناها هو اذا دقيت عليك الباب لا تفتح لي، ترى ما راح اكون انا الشخص اللي اطق الباب ولا راح اكون انا. حلو، التسجيل الان بدأ ما يفسر لنا الرسالة الغريبة هذه، صرنا الان نحتاج تفسير للرسالة الغريبة هذه، كل شيء يحتاج تفسير. فهنا خوينا مغني الجحيم قفلت معاه، قال يا عمي برفعها لليوتيوب لعل وعسى احد يعطيني في التعليقات تفسير للشيء اللي انا قاعد اسمعه وللرسالة اللي انا قاعد اشوفها. والله بالفعل رفع الفيديو على اليوتيوب، في ناس علقت على الموضوع، في قسم كان يقولون واضح ان التسجيل مفبرك وانت قاعد تسوي فينا مقالب. والله ممكن يكون مغني الجحيم هو اول واحد سوى مقالب باليوتيوب، حتى رامز جلالي يمكن كان في اول متوسط هو ما لحق. في شخص ثاني كتب عنده بالكومنتات يمكن الشخص اللي راسل لك هذه الرساله يكون مسكون بجن وقاعد يعاني، وهو ارسل لك هذه الرساله علشان يخلي الناس تعرف انه يحتاج مساعد، رغم انه يعني النظريه او التعليق هذا يخوف شوي، لكن ما احسه منطقي للامانه. احس من نظرتي المحنكه لهذا الموضوع اقول ان السالفه هذه كلها مفبركه ولكن تبقى مخيفه شوي. نروح للي بعده. المكالمة اللي عندنا الآن من شخص اسمه براندن سواس، ايش اسمك؟ براندن سوانسون، هم اسمائهم ليش صعبة؟ ليش ما يسميه بدر؟ أسرع. المهم براندن سوانسون في عام 2008 كان يدرس في المدرسة الثانوية، ولما انتهى من الدوام ظهر كان عندهم ويكند، فقرر هو أخوياه يطلعون مع بعض ويحتفلون وينبسطون بالويكند حقه. المهم احتفلوا وفلوها، بعد كذا براندن قرر يرجع للبيت، ولكن وهو راجع بسيارته صار الحادث غريب. والحادث كان عبارة عن انه براندن انحرف شوي عن الطريق وطاح في حفرة موجودة على جنب الطريق. ايه لا واضح واضح الحفلة كانت يعني فيها أشياء كثير غير الموية والمشروبات الغازية. لحسن الحظ أنه الحادث ما سبب له ضرر جسدي، ولكنه علق في منطقة ما يعرف عنها شيء، واللي زاد الموضوع خوف أنه الحادث صار له في الليل، فبراندن خوينا كان خايف شوي. براندن طلع جواله بدأ يتصل على أبوه وبدأ يشرح لأبوه هو وين موجود، والمكالمة استمرت لمدة 47 دقيقة. يا ساتر، براندن شكل جواله فاتورة ما عنده رصيد. المهم براندن قاعد يشرح لأبوه هو وين، وقاعد يقول له أنه موجود في منطقة اسمها لين، وهو قاعد يشرح لأبوه المكان اللي هو فيه، فجأة يقول أوه شيت وينقطع الاتصال. كذا فجأة أبوه رجع يدق عليه كذا مرة، ولكن براندن ما كان يجيب، ما كان يرد على أبوه، وأبوه آخر شيء سمعه أوه شيت وقفلت المكالمة. ولكن للأسف يا إخوان المكالمة هذه ما كانت مسجلة وما هي موجودة عندنا، ولكن في مكالمة ثانية براندن سواها ولكن مع 911 مع الشرطة. وبهذه المكالمة براندن كان قاعد يشرح للشخص اللي يرد عليه انه بالغلط بعد ما طاح بالحفرة دخل الى حقل او زي يعني المزرعة، والمصيبة انه البنزين من سيارتي خلص. يا زادر حظه مو طبيعي. وبرضه قال للشرطة انه في شخصين قدامي قاعد اشوفهم قاعدين يلحقون بعض داخل الحقل اللي هو موجود فيه، وفجأة نسمع هذا الصوت وبعدها انتهت المكالمة. Yes, I'm in the middle of the field. It's like we're just pushing guys over. I'm not sure if they're out of gas. Is anybody hurt? Hello? Hello? بعد هذه الحادثة أهل براندن بلغوا الشرطة بأنه ولدهم تقفل الخط فجأة وأنه لازم تدورون عليه لأنه ما ندري وينه. فالشرطة طلبوا من الأهل أنه ينتظرون 24 ساعة لين ما يكون رسمي خلاص الولد صار مفقود ونبدأ ندور، ولكن إن شاء الله تطمنوا وأقل من 24 ساعة ولدكم راح يرجع للبيت. ولكن للأسف عدت 24 ساعة براندن ما رجع للبيت. وقتها الشرطة راحت تبحث في المكان اللي براندن وصفه لأبوه في المكالمة اللي كان مدتها 47 دقيقة. الشرطة اتجهوا مباشرة للمنطقة اللي اسمها لين وبدأوا يدورون عن أثر سيارته، ولكن انتهى الباحث بأنهم ما يلقون سيارته، سيارة مختفية. بعد كذا الشرطة قررت توسع حلقة البحث وطلعوا خارج منطقة لين وبدوا يبحثون يمين ويسار، وحصلوا سيارة براندن موجودة على شارع عام يبعد 40 كيلو متر عن المنطقة اللي وصفها براندن لأبوه. يا ساتر كيف ما تقلت السيارة هناك؟ ايش السالفة؟ طب براندن وينه؟ كيف كان يقول ان السيارة ما فيها بنزين؟ ما فيها بنزين كيف انتقلت هنا؟ ايش فيه؟ في كثير اشياء ما لها تفسير، وللاسف الى اليوم هذا براندن ما له اي اثر، ولا الشرطه عرفوا يحلون قضيته.
المكالمة اللي عندنا الآن من قناة اسمها تشيسي. تشيسي هذه قناتها على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الرحمن مثال يحتذى به بالتنزيل المستمر. تخيلوا يا اخوان من 2012 إلى اليوم نزل فيديو واحد بس، ولكن الفيديو هذا كان عنوانه كريبي فويس ميل. ايش قصتهم يا عمي مع الرسائل الصوتية المريبة هذه؟ لكن الغريب انه الشخص اللي راسل لها الرسالة الصوتية هذه ما تعرف ولا تدري مين هو. يعني راح نسمع بعد شوي الصوت وراح نلاحظ انه شخص عجوز وكبير بالعمر، اغلب الكلام اللي موجود برسالته ما هو مفهوم، ولكن في جملة قاعد يقولها يعني شدتني للأمانة. كان قاعد يقول لها I'm gonna keep calling you. ايش تبي يا عمي؟ قاعد يقول لها بظل اتصل عليك. عمي مين انت وليش كذا تقهر؟ خلونا نسمع المكالمة. زي ما سمعت يا اخوان والله شيء غريب غريب ومخيف للأمانة شوي. الناس عندها بالكومنتات انقسمت قسمين، في قسم يقول واضح انه الادمي هذا قاعد يطقطق، فقاموا برضه هم يطقطقون بالكومنتات. ولكن في كومنت شد انتباهي كان يقول انه برضه هو جات رساله صوتيه من شخص صوته يشبه هذا الصوت تقريبا، وكان قاعد يصارخ بالسبيكر. ايش في يا عم؟ والله حاجه غريبه، ولكن خلونا نتفق انه يعني مو كثير مره مرعبه. انا تعمدت اخفف الليفل شوي علشان نتجهز للمكالمه الاخيره اللي قصتها مجنون. اوكي اخوان اخر مكالمة قبل نقولها، اللي مو مشترك بالقناة اشترك خلاص بندخل 7 مليون واضغطوا زر اللايك. في ناس كثير يستهينون بزر اللايك او ممكن يحسبونه يعني زينة كذا حطينا اليوتيوب على جنب. لا اضغطوا زر اللايك اخوان، زر اللايك يساعد في انتشار الفيديوهات. نروح للمكالمة الاخيرة واللي راح ننتقل فيها بالضبط الى 12 سبتمبر سنة 2008 تحديدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. في هذا اليوم بالتحديد صار حادث جدا مؤلم، قطار يتواجد داخله 250 شخص كان ماشي بسرعة 68 كيلو متر في الساعة اصطدم في قطار ثاني، وللأسف هذا الحادث أدى إلى إصابة 135 شخص وموت 26 شخص. حادث جدا مؤلم. واحد من الركاب اللي كانوا موجودين على هذه الرحلة اسمه تشاك بيك. تشاك بيك عمره 49 سنة وكان عنده 3 أولاد من زوجة السابقة، كان متزوجها ولكن انفصل عنها وخطب امرأة ثانية، وهو طالع على هذه الرحلة بالقطار بالتحديد علشان يروح يزور خطيبته الجديدة. فهي كانت عارفة انه خطيبها جايب الساعة الفلانية، فكانت مستعدة انها تنتقل الى محطة الوصول بالوقت الفلاني علشان تستقبل خطيبها. والله وبت خطيبته ركبت سيارتها وانطلقت لمحطة القطار، وهي بالطريق كانت مشغلة الراديو اللي اذيع فيه الخبر الصادم بتحطم القطار. خطيبته انفجعت، اهل الادمي انفجعوا، فرق الانقاذ موجود بشكل مخيف في موقع اصطدام القطارين، وبدوا فريق الانقاذ يسحبون الناس من الحطام اثر الحادث المخيف اللي صار، والاهل بس قاعدين ينتظرون اي خبر يطمنهم انه تشاك بيك ما زال عايش. وهنا ولد تشاك يجيه اتصال. الاتصال من مين؟ من تشاك. جاء اتصال من ابوه، مباشره رد على ابوه وبدا يكلمه ويبغى يطمن عليه، ولكن ابوه ما كان يتكلم، ما كان في اي شخص ينطق بحرف واحد في المكان. انقطع الخط، ولكن بعد كذا وصلت مكالمه على جوال خطيبته، المكالمه من تشاك من خطيبها، ردت مباشرة وبدت تتكلم، ولكن نفس الشيء ما كان في اي صوت، ما كان في صوت الخطيب، كان في بس صوت هواء طالع من المكالمة ولا اي شيء ثاني يذكر. المكالمة انقطعت، وبعد كذا يا اخوان المكالمات من جوال تشاك ما وقفت على مدى 11 ساعة من تحطم هذا القطار الضخم. جوال خوينا تشاك يا اخوان اجرى 35 مكالمة، والمكالمات كانت الأمة والولدة والخطيبة، كان قاعد يدق فقط على الناس اللي بينه وبينهم صلة قرار. ولكن الغريب انه كل المكالمات هذه اهله يردون فيها على الاتصالات ما كان فيه الا صوت هوا وتشارلز ما يتكلم. وطول 11 ساعة هذه اللي توصل فيها هذه المكالمات فريق الانقاذ ما وقف شغله، قاعدين ينقذون العالم اللي هناك وقاعدين يحاولون يصلحون الوضع لانه الوضع كان دمار. والله بالفعل فريق الانقاذ يدور هنا وهناك ويطلع جثة من هنا ويطلع شخص يحتاج المساعدة من هناك وواحد هناك مصاب. لقوا اخيرا تشاك، ولكن للاسف لقوا جثته. تشاك كان ميت وموته كان خسارة وصدمة لكل أهله، ولكن الصدمة الكبرى أنه يوم أخذوا تشاك للطبيب الشرعي أكد لهم بنسبة 100% أنه تشاك مات بعد الاصطدام مباشرة. الطبيب الشرعي يقول حالة جسمه ما كانت تسمح له يعيش ولا دقيقة واحدة بعد الحادث. وات؟ طيب
ال 11 ساعة اللي مرت بعد الحادث واللي صار فيها 35 مكالمة الأكثر من شخص مختلف، هذه مين كان قاعد يسويها؟ حتى لو فكرنا فيها وقلنا انه والله الجوال مع الحادث صار كابس على زر وعلق، مو ممكن تكون فكرة منطقية لو انا اتصل على شخص واحد ومرة واحدة مثلا، ولكن اتصل على ثلاث أشخاص أكثر من مرة، قاعدين نتكلم على 35 مكالمة يا إخوان. واو، بعض الأشخاص كانوا يقولون انه هذه روحها هي اللي قاعد تسوي هذه المكالمات علشان تطمن أهلها وتخفف من خوفهم شوي، لكن هذه نظرية يعني مستبعدة وما حد بيصدقها أول واحد أنا. ولكن كل ما فكرت في الموضوع ما راح تلقى له حل، اللي يصدم أكثر ويخلي الموضوع معقد أكثر إنه بعد البحث والتحري الشامل في هذا الحادث الأليم جوال تشك ما كان له أي أثر. يا ساتر ورب الكعبة، مخي مو بصدع، أتوقع أحتاج 14 حبة بردول. ممكن أحد يجي هنا عندي بالكوتة يقول بس عبد الله واضح إيش فيك صاير غبي اليوم، الجوال ما لقوا له أثر يا حبيبي، الحادث قوي، الجوال انهرس هرس يا حبيبي. باقي تفكر وين الجوال وتدور غبيا. حبوك عزيز المشاهد صح، ممكن اتفق معك، بس فسر لي ال 35 اتصال اللي جو الثلاث اشخاص وكلهم صله قرابه لهذا الشخص اللي مات، فسر لي ما ما اي تفسير. الخبر طبعا انتشر برا، حتى القنوات الاخباريه اللي نقلوا هذا الخبر انهوا خبرهم بانه الجوال ما له اثر، ما حد حصل الى الان. He may never find out exactly how those calls were made because Chuck's phone was never found. زي ما شفتوا يا اخوان المكالمات هذه اغلبها تبقى لغز الى يومكم هذا، ما في اي احد حل. اتمنى الحلقه عجبتكم، واذا كنتوا تبغون نسوي سلسله المكالمات مخيفه زي كذا علموني تحت بالكومنتات. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع السلامه.